التصويت لفئات واسعة من المجتمع وتوسيع القاعدة الانتخابية الوطنية وكذا حجم الإقبال على السياسة العامة وضمان نسب مشاركة عالية فيما يتعلق يعني بالملاحظة النوعية تم تسجيل يعني استعمال واسع للمال العام للمال خلال الحملة الانتخابية وكذلك يوم الاقتراع مما قد يؤثر على نزاهة وشفافية الانتخاب. كذلك سجلنا يعني التدخل الواسع لأعوان رجال السلطة وحثهم للمواطنات والمواطنات المواطنين خاصة يعني في المدن يعني خاصة في الأحياء الشعبية وأيضا في القرى لحثهم من أجل التصويت لفائدة حزب معين. لاحظنا كذلك استمرار استعمال يعني المساجد يعني كمنابر للدعاية. كذلك لاحظنا يعني قصور على مستوى يعني الولوج يعني الأشخاص في وضعية إعاقة لمكاتب التصوير وأيضا كذلك استمرار استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية وأيضا الاستعمال الرديء للغة الأمازيغية من طرف بعض الأحزاب السياسية في وصلاتهم الإشهارية. التقرير هو عمل نوعي ومقاربة جديدة حاولت أن تلامس ما قبل الحملة والحملة ويوم الاقتراع، ولكن كذلك حاولت أن تقرأ وتقيم البرامج الانتخابية ومدى تناولها للبعد الحقوقي.